معلش انا قاعد بضحك بس لانه فيش شيء اسمه الفطور الايطالي التقليدي الفورنو كومبو دي فيوري. هاي مش بيتزا. لا والله مش بيتزا, هاي اسمها باستا. سوبلي از اونلي ان روم. لكن بدك تاكل جيلاتو يخلي مخك يلف, تعالوا كلوها عشان تعرفوا انتوا ايش قاعدين بتسووا بالبيستاشيو. طيب انا حخلص الحلقه ونختم, حرجع انام عندهم على الباب. اهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا وين ما كنتوا, اهم شيء تكونوا جوعانين. حلقه اليوم احنا في مدينه روما عاصمه ايطاليا. اول وجبه في حلقه اليوم راح تكون الفطور الايطالي التقليدي. معلش انا قاعد بضحك بس لانه فيش شيء اسمه الفطور الايطالي التقليدي. الفطور بالنسبه للطليان للاسف اضعف وجبه بالنسبه لهم, قد ما مطبخهم قوي قد ما الفطور عندهم عباره عن ولا شيء بس كوبايه اسبريسو وقطعه معجنات ولا قطعه حلويات ولا كرواسو ولا شغله زي هيك, هذه هي بالضبط. فلكن معلش حلقه اليوم فيها كثير اكل فبنعوض في الاكل الجاي, لكن انا صراحه جاء على بالي اجرب هاي اعيش تجربه الفطور الايطالي على الواقف. يعني الناس بتكون على الواقف بس تروح الاي كافيه على الواقف تطلب كوبايه اسبريسو وقطعه حلويات مكلوه على الواقف ضلهم طالعين. وجيت على مكان واحد من اقوى الاماكن اللي بتقدم هاي الفكره وموجود عنده فكره اللي على الواقف هذه. المكان قوي لكن للاسف زحمه, زحمه وضيق وصغير وكذا. مكان اسمه ريسكيولي وحلوياته زاكي ومعروف كثير, لكن ما اظن راح اقدر اصور طبيعي جوا واتكلم. فيعني خلينا نفوت ناكل حلوياتنا ونشرب كوبايه القهوه على الساكت بعدين نطلع ونكمل جولتنا. Just one of these. يعني زي ما شفتوا المكان ابدا ما كانش ممكن الواحد يتكلم وهو جوا. الفكره تبعتهم تاعت الفطور رهيبه هيك بس خلص على الواقف, وقف بسلخ الاسبريسو مع شوي شيء هيك حلو خفيف وبروح. المهم انا مش مروح, انا وراي كثير اكل اليوم. يلا يلا اللي بعده. طيب مع انه زي ما شفتوا يعني الفطور كان ما شاء الله كثير كثير كبير فبطلع لنا فطور ثاني. هي صح كان زاكي الكافيه بس يعني الواحد بده يفطر يا اخواننا, ورانا يوم طويل. فالحلو اللي في الموضوع انه بس على بعد يمكن 100 200 متر من المكان هذا اللي افطرنا فيه في فرن هذا اسمه فورنو كومبو دي فيوري, واحد من اقدم المخابز هنا في روما, فاتح من 1800 وإشي. وانا ليش جاي هنا؟ عشان هذا الإشي اللي هو البيتزا على طريقه اهل روما. البيتزا هسه في ايطاليا كلياتها بتكون مدوره الا في روما بتيجي مستطيله هيك إشي مستطيل كثير كبير وبسموها بيتزا باي ذا سلايس, يعني بتنباع هيك بالقطعه المربعه اللي زي هيك. ما بتختلف كثير عن البيتزاهات الثانيه, يعني نفس تقريبا نفس العجينه نفس حتى الاشياء اللي من فوق اللي هي البندوره, بحطوا صلصه بندوره منيح بعدين بخبزها بالبندوره لحال بعدين بطلعها وبعدين بحط عليها الجبنه بريحها بعدين برجعها مره ثانيه على الفرن. فبتطلع لنا هيك, انا بحب الجبنه اللي مش مطبوخه اللي دايبه هيك ذوبان زي هاي. احلى شيء في مدينه روما انك بتكون ماشي هيك في نص الشوارع القديمه والمباني الاثريه واماكن ضيقه وصغيره, ما بتتخيل في ابدا ممكن يطلع لك اي شيء مفيد في هذا المكان. فجاه بتلاقي حالك على باب واحد من اقوى المطاعم في روما كلياتها, مطعم فايز بجوائز كثير كبيره على مستوى روما والعالم في الاكل الايطالي, متميز بكثير اشياء. لكن انا جاي عشان شغله معروفه هون في مدينه روما, او مش معروفه هي اصلها من مدينه روما, اللي هي نوع من انواع المقبلات اللي هي الخضار المقليه لكن على طريقه اهل روما. بدون كثر كلام وصلنا على الباب, خلينا نفوت ناكل في مطعم إما بيتسيريا. يعني نبدأ بمين ولا مين؟ والله الواحد ما هو عارف. هذا أول صحن هي خضار مقلية, يعني كوسة احتمال بتنجان. لحظة لحظة وقفوا كل إشي وقفوا كل إشي, إجا بتنجان مقلي بس لا مش مقلي طبيعي, مقلي بال يعني بريدد, يعني محطوط في باتر هيك في هاي الخليطة العجينة وبعدين مقلي في الزيت. أول مرة أحب الجزر. هذا لما يحكوا لي كل خضار واشياء صحيه جزر وكوسه واشياء زي هيك, هذه هي خضار ولا مش خضار يا متعلمين يا بتوع المدارس. طيب المهم وين احط الصحن؟ هذا الاشي ما بصيرش نتاخر عليه. هذا الاختراع عظيم جدا ترى, هذا هذه البروسكيتا بسموها او بروشيتا اللي بروح على مطعم ايطالي وما بطلبهاش يلغيها الزياره. هي عباره عن خبزه محمصه بنحط عليها زيت زيتون وشويه مرات بندوره مرات كذا. انا اللي هون عندي عليها موتزاريلا وعليها هاي ساندرا توماتو وعليها بازل اللي هو انا. يخرب شيطانكم قشطه مش 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 جبنه يا بي, مبسطها بس مزكاها يا بي. هيك خبزه متقرمش عليها جبنه هيك طريه كثير كثير طيبه, طعمه الجبنه كانه الواحد باكل كريمه ولا باكل قشطه.
بعدين الحموضه اللي جاي من هاي الطماطم المجففه. طبعا مش راح نروح من واحد من اقوى مطاعم روما قبل ما نطلب بيتزا، يعني مش بس على المقبلات، البيتزا تبعتهم كمان. طبعا بالله شوفوا هالمنظر، قد ايه انا بتغزل في هذا المنظر، الاشياء هاي المحروقه اللي على الاطراف، شو يعني ان ايفن كوكينج، شو يعني فرن حطب، يعني 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 بتاكل، يعني بتاكل واسكل. هاي مش بيتزا، لا والله مش بيتزا يا اخوانا، يعني شوف كمية زيت الزيتون اللي عليها والمية اللي طلعت، عفوا المية اللي طلعت من صلصة الطماطم، طبعا صلصة الطماطم فريش. يا ويلي يا ويلي على الجبنة هاي. بس ايش اللي بتعمله في البيتزا اللي بعده اللي بعده اللي بعده؟ خلص طيب، الحين نرجع من وين ما بدينا على اول مكان اكلنا فيه اللي هو تبع الفطور. اللهم اجعله فطور، هاي الاشياء الصغيره. فكره بالموضوع هو اني وانا طالع من تبع الفطور بطلع هيك محلين بعده، لقيت واحد بيعمل باستا، شكل المكان كان قوي فاثار اهتمامي، فدخلت عنده وسالته، دورت عليه على الريفيوز اونلاين، لقيت انه واحد من اقوى الاماكن اللي بتعمل باستا في روما، يعني الناس بيحكوا هذا ماست سي، مش ماست سي، ماست ايت، ماست اللي هو انه ماست واحد بيجي على روما ماست ياكل من عنده. المكان نفس اسم الكافيه اللي هو روسكيولي، لكن الكافيه بيعمل بس كافيه، يعني بس حلويات واشياء زي هيك، لكن هذا مطعم وبيبيع كمان اشياء تانية زي الجبنه والزيت الزيتون ومستحضرات ليه بنحكي كثير يا الله، الواحد وقف على باب المطعم عشان يحكي. يلا يلا، طبعا طاولات ما فيش، يعني يلا يلا دبرت حالي بالهذا اللي على البار زي هيك، لانه قد ما شاء الله ما شاء الله المطعم زحمه. الحين احلى شغله هاي بحبها كثير في المطاعم الايطاليه اللي هي بحطوا فيها، يعني غالبا مش دائما بيكون في جبنه واشياء زي هيك، بس اهم شيء هذول الشغلتين وهي الشغله اللي هي الخبز والبلزاميك فينيجر والزيت الزيتون الاوليف اول، طبعا معروف في ايطاليا قد ايه هاي الاشياء مهمه، مع شويه خبز انواع مختلفه من الخبز، بحيث انه الواحد هو قاعد بيستنى حتى للستارتر تبعه هاي هيك بتيجي، يعني از ويلكم باك. اللي اجى على ايطاليا خصوصا وعلى المطاعم الايطاليه اللي في ايطاليا وعاش هاي التجربه حيفهم كلامي كويس. احلى شيء انه انواع الخبز مختلفه، الواحد بنقي الخبز اللي بده اياها، بغمسها في زيت الزيتون والخل، عليها شويه جبنه، جبنه المالحه، وبعدين هذا الاشي الرهيب اللي هو تين مطبوخ، تين صغير تبعهم مطبوخ، يعني لما الواحد يعيش في الجو وفي في في وجبه ما قبل المقبلات. الحين ندخل في المقبلات، المقبلات هاي الشغله هي عباره عن زهره الكوسه، يسموها الزوكيني فلاور، اللي هي زهره نبته الكوسه، محشيه لحمه ديل التور. فايش صرنا حكين؟ زهرة الكوسة محشية لحمة ديل التور، محطوطة في عجينة ومقلية، وبعدين عليها من فوق صلصة جبنة وبلاك بيبر، فلفل أسود. يعني صح إنه كتير غريب بزاكي صراحة، نكات هيك الكوسة ولحمة، ومتعودين إحنا على الكوسة في جواها إشي، بس مقلية وجبنة يلا يلا اللي بعده. الحين يجي للصحن اللي أنا أصلا جاي عشانه، اللي هو صحن الباستا، لكن متخصصة في روما، نوع الباستا وطريقة عملها هي من مدينة روما وهي لمدينة روما، فالإشي هذا اسمه كاتشيو إي بيبي. أول شغلة إنه نوع الباستا مختلف غير عن الباستاز الثانية، ثاني شغلة إنه ما فيهاش يعني ما فيهاش بهارات، ما فيهاش غير ملح وفلفل أسود والجبنة اللي هي البارميزان، أو عفوا ثلاث أنواع من الجبنة. أحلى شيء في الموضوع إنها هي ما عليهاش غير ملح وفلفل أسود، وبعدين من تحت في بلند اللي هو جبنة مع مي، يعني بحطوا أنواع جبنة، قد ما الجبنة ثقيلة وقوية بخفوها بس بشوية مي بتصير مرقة، ومحطوطة تحت الباستا، فالواحد لما ينزل بالشوكة زي هيك ويحرك قاعد باخذ من الـ النكهات اللي تحت في الجبنة. هاي اسمها باستا، هذه شغلة ما بتتلاقى في مكان تاني إلا في روما. واو، طلعوني من هالمكان، اللي بعده اللي بعده. واحدة من النقريش الزاكية هيك، الأشياء الصغيرة اللي الواحد ممكن يأكلها فقط في روما، زي ما بيحكوا سوبلي is only in Rome، جاء أكلها في واحد من الأماكن المختصة فيها، ما بتعملش إلا السوبلي، مطعم اسمه سوبليزو. يلا هاي هي السوبلي، سوبلي هي عبارة عن بطاطا مهروسة لكنها محشية من جوا رز مع نكهات تانية، الرز عادي مطبوخ، في إشي مع طماطم وموتزاريلا، إشي مع مش عارف إيش، وفي واحدة فيهم مع الأردشوكي اللي هي الخرشوف، أنا هاي متحمس لها. أول مرة أكتشف إنه الرومان أو يعني أهل روما عندهم عشق للأشياء المقلية، يعني بيقلوا كتير خضارهم، تنقلها هاي الأكلات، تنقلها الأشياء، هاي المقبلات اللي شفناها في المطعم اللي قبل هيك برضو بتنقلها. الإشي هذا غريب، خصوصا هاي اللي بصلصة طماطم، تحس حالك تاكل نكهة بيتزا بس مش بيتزا، هي رز وبطاطا وإشي مقلي وأشياء غريبة الصراحة. المهم يلا يلا اللي بعده، يلا في شو رانا وقت، يلا
طيب وبعد يوم طويل واكل كثير اجى وقت الحلويات. طبعا لما نحكي حلويات واحنا في ايطاليا وخصوصا في روما اكيد راح نحكي عن الجيلاتو. هسه روما الحلو فيها انه فيها كثير اماكن جيلاتو في كل الشوارع الا ما يكون في مكان ببيع جيلاتو اللي هو الايس كريم الايطالي. لكن اوكي كلهم زاكين على العين والراس، الواحد يكون صريح، زاكين طيبين حلوين ازكى من كثير اماكن الواحد باكلها برا ايطاليا. لكن بدك تاكل جيلاتو يخلي مخك يلف، يعطيك صدمه زي كانك ماكل خروف مشوي ولا شغله زي هيك، تيجي على هذا المكان اسمه فراغريريوم. المكان هذا عليه ريتينجز، عليه تقييمات على جوجل اعلى من اي شيء تاني في روما كلياتها، اعلى من المتاحف والاماكن الاثريه والمطاعم والفنادق، اعلى من اي اعلى شغله عنده ريتينج اعلى من توتي في روما هذا المكان. فخلينا ناكل فيه بدون كتر كلام، وانا حتى وانا باكل مش راح احكي، ونخلص الحلقه بدون حكي احسن. تعرفوا ايش نفسي؟ نفسي اللي بيعملوا ايس كريم بيستاشيو في العالم في كوكب الارض يجوا ياكلوا هاي. تعالوا كلوها عشان تعرفوا انتوا ايش قاعدين بتسووا بالبيستاشيو. لما احكي لكم اعلى شغله عليها ريتينجز في روما كلياتها، اشي مجنون، هذا الاشي مجنون والله العظيم مجنون. يخرب بيتهم كويس هيك. شوفوا شغله ما بتصيرش اعلى تقييم في روما كلياتها الا اذا كانت شغله مجنونه. ايس كريم مجنون، ايس كريم بخليك تاكل والله نفسي ارجع اجيب كمان واحده، بس خلص نخلص الحلقه على خير ولا اقول لكم ليه نخلص الحلقه. اسمعوا بالله عليكم بس لحظه وراجع لحظه. A few moments later. يعني اخوكم الصغير ماشي في الشارع وهو رايح للجيلاتو للايس كريم، شفت محل بيعمل تيراميسو ومكتوب وبس تيراميسو انترب ادفايزر ومش عارف ايش، طنشته وقلت لا يا ولد ركز في هدفك اللي هو الايس كريم. خلصنا الايس كريم نفسي ضعفت، بالله عليكم سامحوني فيها هالمره. الدنيا بتلف وبتدور، بعدين كلها شغله صغيره، كلها هاي القبله الصغيره هاي. أزكى شيء أكلته اليوم؟ خرب بيتك مسكاكي. وأنا بقول ليش زحمة وطوابير وناس ونمبر 1 اون تريب ادفايزر بس في خبر كويس. والله كنت ناوي أكلها بعد التصوير، إنه خلص طولنا الحلقة وهيك خلص نخلص خلص الحلقة بعدين أكلها. هاي اللي هي مخلوط فيها بيستاشيو، فستق الحلبي أو كريمة الفستق الحلبي مخلوطة في الكريمة نفسها أو في الجبنة نفسها، عفوا مش الكريمة، في الجبنة نفسها هاي اللي في الايش اللي قاعد باكلها في التيراميسو. ايش قاعد بصير؟ والكوهيني من زمان عن هذا المكان، يمكن خمس مرة اجي على روما اول مرة اندل عليه. طيب انا حخلص الحلقة ونختم، حرجع انام عندهم على الباب. انا مش راح احكي كثير، كل اللي بدي احكيه تعالوا كلوا من هذول الاثنين على فكرة جنب بعض، بعدين تعالوا تفهموا معي. وشكرا وخلصت الحلقة ومع السلامة. وايش بنحكي احنا؟ تسمعوا على خير، شوفكم الحلقة الجاي، مكان جديد وأكل جديد. سلام سلام سلام. سكت.